الخلوصية لا تنازل على القضية المعتقل ارتاح ارتاح. هذه الوقفة تجي استجابة لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية من أجل تنفيذ وقفات احتجاجية على المستوى الوطني، غتكون وقفات محلية في عدة مناطق، على أساس أننا اليوم كنعيشوا أوضاع يعني متردية وتزداد استحالا في ظل واحد الغلاء غير مسبوق ديال المعيشة، في ظل يعني الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مهول، وأمام واحد التجاهل ديال الحكومة والاستمرار في سياسات ديال البريكولاج، يعني ما يسمى مشاريع اللي ما عندهاش بعد استراتيجي، ما كتضمنش الديمومة، ما كتضمنش الاستقرار. وبالتالي نعتبر على أن اليوم الحكومة كتفتقد التصور، كتفتقد الرؤية، كتفتقد الإرادة من أجل أنها تلتزم بعد بوعودها اللي قدمت المغاربة، ومن أجل أنها تقدم أجوبة حقيقية على انتظارات المغاربة، وبالتالي لصالح واحد القلة قليلة ديال المستفيدين، لأنها اليوم كتنهج سياسات ديال إغناء الغني وإفقار الفقير، وكتستهدف جيب المواطن اللي لا حول له ولا قوة، وهي مطالبة أنها توجد الحلول. أما الخطاب التبريري فأصبح للاستهلاك، واليوم الحاجة لأنها تستوعب اللحظة والسياق اللي كيمروا المغرب وتقدم أجوبة حقيقية على انتظارات المغاربة. أكثر من 23 مدينة في نفس التوقيت هذا خارجة في موضوع ديال الغلاء ديال الأسعار، اللي كنحاولوا من هذه الوقفات نبلغوا واحد العديد ديال الرسائل، بأنه الغلاء ديال الأسعار وضرب ديال القدرات الشرائية ديال المواطنين والمواطنات أصبح اليوم أمر لا يطاق، وأن هذا الغلاء هذا ماشي قدر اليوم كنعيشوه. باش كتعرفوا أنه المغاربة عاشوا سنتين ديال الجائحة وما خلفته من انعكاسات اجتماعية واقتصادية أثرت على القدرات الشرائية وتسبات في الحرمان ديال العديد ديال الوظائف ديال إغلاق ديال المؤسسات وتشريد العديد من العمال. اليوم كنفيقوا على وضع جديد اللي كيتميز بغلاء الأسعار. هذا الوضع هذا هو ماشي نتيجة ديال وضع ما، هو نتيجة ديال اختيارات سياسية لا شعبية اللي دشنتها الدولة مع الحكومة الجديدة. ثم أن قانون المالية والقوانين والسياسات العمومية كلها مشات في هذا الاتجاه هذا، وبالتالي لابد من وقف ديال هذا التوجه هذا نيوليبرالي اللي كيضرب القدرات الشرائية ديال المواطنين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.